هاي مشاهدينا متابعين مع جريت وول بأوتو فوكس، وأكيد مع طرازات كل السيارات اللي عم نشوفها، وكمان مع مسز سارة دابوسي دابوسي جروب. هاي سارة دابوسي جروب، يعني عم نشوف مع سيارات الجريت وول، وعم كمان نتعرف من خلالكم عن كل الشركات اللي عم ديروهم بلبنان ولهم علاقة كمان نوعا ما بالسيارات، خاصة من ناحية الانشورنس ومن ناحية الدور تو دور سيرفيس وغيرها. اليوم بدنا نركز على اي شركة، من كان على الكار رنتل، على الكار رنتل، على الانشورنس، على خلينا نركز على الان هاوس فاينانسينج اليوم. يلا شركة تمويل اللي هي اور ان هاوس فاينانسينج ارم بتقدم يعني بيسكلي لونز للكلاينتس يلي ما بيحبوا يقسطوا من خلال البنوك. نعم. بفوائد مخفضه بيقسطوا عبر دابوسي جروب، عبر شركه تمويل. مزبوط، شركه دابوسي جروب، شركه تمويل اللي بتملكها دابوسي جروب. نعم. يعني احنا اذا زبون حابب يقسط مع البنوك عندنا فوائد مخفضه مع البنوك وباكجز حلوين، واذا ما بيحب يقسط مع البنك لاي سبب كمان في قسط من خلال شركتنا اللي هي شركه تمويل. نعم. طيب اليوم الفولكس في في 80 اس يو في، على سياره، على ميني فان، بدنا نقول 7 سيتر فاميلي كار، 7 سيتر، عم نحكي كمان لوكسري اوبشنز، عم نحكي ليذر سيتس، عم نحكي اوديو كنترول، تو سن روفز، سنسرات كمان، وسلايد سلايد دورز كمان، شغله حلوه كثير بهالفولكس في 80 اللي عم نشوفه اليوم. فولكس في 80 بمحرك كمان نشيط 2.4 لتر، بنفس الوقت 4 سلاندر، مصروف بنزين ممتاز لهالسيارة. مزبوط، محرك وفيتاس كمان ميتسوبيشي موتورز 2400 سي سي، اتس ا لكجري فاميلي كار. تعاون مثل ما ذكرنا كمان بطرازات سابقة، تعاون صيني ياباني بالمحرك الشهير، محرك الميتسوبيشي. كمان بنشوف سايد فيو لشكل هالفولكس، سيارة كبيرة كحجم سارة. هي سيارة معمولة لحتى تساع عدد كبير من العالم. نعم. يعني عم نحكي 7 ركاب عم بيساعوا برياحة بقلب السيارة. أنا حابب كمان هون عم أقفل الدور لنقدر نفتح الناحية الخلفية من السيارة. رح نشوف بداية الناحية الأمامية. هون أنا بحب شوي أحكي عن السيفتي. V80 حايز على 5 star safety recognition award internationally مثل كل بقية سيارات Great Wall. كمان من ناحية الجودة بيلحق اليورو 5 emission standard. نعم. من ناحية specifications عم بيجوا يعني luxury options، المينيموم standards هن الاوبشنز اللي ذكرناهم. حتى من ناحية البرايس عم نحكي سعر كتير منافس للسوق، سعره ال V80 اليوم 23900 دولار وعليه عرضين رح نعرفهم بخاتم محلتنا، بس حابب انا اطلع للداخل. عن جد الانترنس او الانتري تبع السياره كثير كثير مريحه وسهله، والقعده كمان هيك مزبوط ممتازه، في سبيس كثير كمان، وهيد روم كمان كثير كثير مهمه. حتى جورج اذا بدك تتحكم انت بالاي سي وورا يتحكموا بديفرنت اي، كل شخص في عنده الاي سي تبعه يتحكم فيه فوقه الى جانبه كمان، وكمان بين الناحيه الاماميه فيها كمان فتحتين للسقف من الناحيه الاماميه والناحيه الخلفيه، حلوه حبيتها انا صراحه. وعم نشوف كمان السلايد دورز، هيدا كمان اذا بدك شركات الاجار كثير عم بحبوها للسياره. نعم. يعني عم بيكون او فاميليز بدهم ياخذوا سيارات لسبع ركاب، او شركات اجار كمان بيعوزوا سيارات لسبع ركاب، شركات يعني هالكليونتال. طيب اليوم بالاستوديو اجواء فالنتين، هيك هالبالونات الحمراء والبيضاء وهالقلوب، ان شاء الله كمان هن رساله اليوم بحلتنا لكل اللبنانيين يحبوا بعضهم بقى، ونخلص من المشاكل ونرجع لبنان بالطليعه اذا الله راد بالشرق الاوسط ان شاء الله. طيب شو الاوفرز اللي مقدمينها نحن بمناسبه فالنتاين؟ مقدمين تو اوفرز. اول اوفر هو 5 سنين كفاله شامله او 100,000 كيلو، عم نحكي فل وارنتي. نعم. والاوفر الثاني هو على السعر، عم وير اوفرينج 0% فوائد على 5 سنين. بنذكر بالسعر الاساسي للفولكس 23900 دولار مسجله خالصه، دفعه اولى 20% من حقها، بتقسط الباقي على 60 شهر من دون اي اضافات. ممتاز، ثانك يو ساره. ميرسي كثير جورج. بس انا بحب احكي عن دور تو دور سيرفيس كمان قبل، يعني قبل ما نخلص الحلقه.
كل سيارات جريت وول عندهم دور تو دور سيرفيس فري اوف تشارج وذ ريبليسمنت كار. نعم مشاهدينا wheelers.me دايما مذكركم هالويب سايت بتابعوا فيه سيارات اوتوفوكس بقيه السيارات ايضا مع سبيكس اسعار اللي بدكم اياه. وما تنسوا تتابعونا باوتوفوكس على الفيسبوك اوتوفوكس ام تي في تويتر @اوتوفوكس ام تي في فيك تعملي لايك ساره على الفيسبوك وفولو على تويتر اكيد. ثانك يو ثانك يو باي.